كل شيء هذا ونافس الفضل صحيح ولاج الفضل كما اسمه على جسمه اللي ساعة نشكوها احنا ما شكرناش صديق ورجل لا نعرفه مليح الحق ونحترمه جدا انا مش متفق معه مش متفق معه وانه انسان متلبس انت كي تمشي للمحكمة تلقى جماعة يجيبهم يعرف منجي يخدم يغطي دائما نشاط المحاكم يجيبهم في حال تلبس اللي قاوه يكسر في كرهبة واللي قاوه اون فلاغرون ديلي بالفرنساوية شدوه اون فلاغرون ديلي دو اون فلاغرون ديلي دو هذه حاجة ثاني حاجة يلزم والله نتفهموا الدولة الصحافي تو مثال ناخذ من اكبر المآسي اللي صارت في التاريخ مأساة الهنود الحمر الأمريكان يعني وقت كورتيس مشى لأمريكا مشى هو الوسط أمريكا وغيره كانوا 25 مليون مثال لزانديان دامريك دو سنترال من بعد وصلوا هبطوا 1.8 مليون والهنود الحمر هذوك يسميهم قتلوا منهم ما لها إبادة كبيرة شكون عرف بهذا في التاريخ هم صحفيين ثم كتاب من أروع ما تكتب في التاريخ بيري ما هات أدوارد دني معناها وين قتلوا كريزي هورس ودفنوه في بقعة اسمها واند دني يعني اللي تقول أنت الركبة المجروحة ما يسميوه هكا هما تقرا كتاب هذا تلقى انت كريزي هورس وجماعة وينه كانوا يقاتلوا ومن بعد يمشيوا لكندا وين يمشيوا؟ يمشيوا حدا الصحفيين يقولوا بلا عملنا هكا وصار هكا وصار هكا ومن بعد التاريخ هذاك الكل لانه الصحافي كما قال ألبير كامي هو مؤرخ الحاضر وكلنا عندنا معطيات وترتكز عليها وحتى في الدكتورين في القانون يرتكزوا كذلك على الصحافه اللي هي تاريخ للواقع لا بروميير موتور دو ليستوار يعطيها الصحفي وقت يكون نزيه احنا هذه الهروله في ملاحقه الصحفيين حتى وانت صحافي يبعث لك واحد رساله يقول لك باش نجيفك بعد غدوه انا باش نجيفك تجي تقول انت واك حبوا يجيفوني يولي انت مو اخر والسيد واقف بحذا قهوه يقول هاني باش نجيفه هذاك ما نشوفوش وانت تحكي على التجيفه ولا يتصل بك مسؤول جنرال ولا حاجه يقول لك باش يجيفوك يا فلان بعد غدوتين هذاك من بعد يقول لك علاش يعني وقتها نولي انا في حاله تلبس واني ساجيف باش يحاولوني حاشا ماني يتصنت الى جيفه دونك هنا من فوا بوغ توت نتفهموا دور الصحافه خاصه في المراحل هذه لانه الصحافه كما الجيش من اول ناس اللي عانقوا الثوره يبقى فيما عدا هذا انا استغرب كيفاش خارج الوقت القانوني في الليل يستدعوا الانسان الى معناها حاجه غدوه كشاهد فيما بعد انا نقول حاجه برك احنا ديما نقولوا الصحفيين الحكومه هذه ما عندهاش خيال المونك ديماجيناسيون يظهر لك راهو البروسي نتاع كافكا واللي يحبوا يطبقوا معناها الاجراءات الكافكائيه تمشي المحكمه هاو يحلوا فيها قول ما جابش رشكلو ما عرفتوا لا رشكلو هذاك ما جابوش زنزيل ورشكلو بداوا يكسروا واحد جاي من غادي وغادي بكل صراحه ثم قيم تاع الاجراءات يجب احترامها اما انا فرحان بحاجه علاش على خاطر زياد البارح قال قال انا ماذا بيا هذا يكون بلاغ الى السيد وكيل الجمهوريه الحصيل احنا وصلنا سيستدعى كشاهد ماذا بينا يستدعى هو كشاهد يستدعى كذلك الازهر العكرمي كشاهد عندي معطيات يستدعى كذلك الناس الكل